يسعد صباحك هبة، يسعد صباحك لارا، وتحية للشيف علا نيروخ. بس مش عارفين اليوم شو البرنامج اللي عندها الساعة 10، يعني بس لأنه ما سمعناش الاستوديو تماما. الله يعطيكم العافية. نتواجد تحديدا في منطقة مثلث أشتفينا، هذه المنطقة معروف أنها منطقة سياحية بامتياز، ومن هنا ستنطلق حملة بهمتنا نحمي بيئتنا، والتي تنفذها وزارة البيئة هذا اليوم في كافة محافظات المملكة عند الساعة 10 تماما. في الواقع نحن سنستبق يعني موعد الحملة برسالة عبر برنامج جيوم جديد من خلال شاشة التلفزيون الأردني للحديث عن الاستعدادات لهذه الحملة وأهمية هذه الحملة وغيرها من الحملات التي شهدناها في هذا الموقع والعديد من المواقع السياحية في محافظتي جرش وعجلون. وبالمناسبة هناك حملة أخرى في محافظة جرش في محيط سد الملك طلال ستبدأ عند الساعة 10 برعاية محافظ جرش نايف الهدايات الحجاية، وحملة عجلون ستنطلق بعد تقريبا ثلث ساعة برعاية محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور. للحديث أكثر عن هذه الحملة وما يرافقها والاستعدادات لدى مديرية البيئة في محافظة عجلون نتحدث إلى الدكتور مشعل الفواز مدير البيئة في محافظة عجلون. صباح الخير. صباح الورد، سعد صباحك، صباح المشاهدين. تنفيذا للحملة الوطنية للتوعية البيئية أطلقتها وزارة البيئة لعام 2021، اليوم أطلقنا نطلق المرحلة الثانية من حملة النظافة همتنا نحمي بيئتنا، والتي ترتقي إلى إرسال رسالة توعية لجميع المجتمع، بيئات المجتمع، للمحافظة على البيئة وعدم الطرح العشوائي للنفايات بشكل عشوائي في جميع مناطق السياحية ومناطق التنزه والأماكن العامة. طيب، بدنا نتحدث عن الحملة، ستنطلق من هذا الموقع حيث نتواجد على مثلث اشتفينا، إلى أي منطقة سيكون يعني هذا البرنامج؟ بإذن الله ستنطلق حملتنا الساعة 10 برعاية عطوفة محافظة عجلون من مثلث اشتفينا باتجاه سوس راسون والغابة المنتشرة في حوالي مثلث اشتفينا. يعني هذه المناطق معروف ان يعني على هذا الامتداد اللي ذكره الدكتور مشعل الفواز يتواجد عادة السياح القادمين الى محافظة عجلون مع نهاية الاسبوع و يعني ايام الجمعة والسبت. طيب دكتور، بدنا نتحدث عن طبيعة الفئات المشاركة المتعاونة مع وزارة البيئة هذا اليوم. اليوم راح شاركنا احنا جميع الدوائر الرسمية في محافظة عجلون والفئات المجتمع المدني والهيئة شباب كلنا الاردن والهلال الاحمر والجمعيات البيئية وجمعية حماية الطبيعة والإعلام، مشكور التلفزيون الأردني اللي أعطانا فرصة اليوم نتحدث عن حملتنا. طيب دكتور، بدنا يعني قبل ما ننتقل إلى عدد من الضيوف بدنا تحدثنا عن تفعيل المخالفات خاصة أيام ما يكون هناك سياحة في هذه المناطق. احنا كوزارة البيئة أطلقنا هذه الحملة لنعطي رسالة واضحة للمواطنين الالتزام بعدم الطرح العشوائي للنفايات، لأن الطرح العشوائي سيؤدي إلى مخالفات على القانون الإطاري الذي طرحته وزارة البيئة لعام 2020، وهذه المخالفات تبدأ ب50 دينار وممكن تصل ل500 دينار. فأطلب من الجميع الالتزام حتى لا يعرض نفسه لهذه المخالفات اللي مفعلة عن طريق وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة. الله يعطيك العافية، نتمنى لكم إن شاء الله نجاح هذه الحملة. وننتقل إلى السيدة كوثر أدويكات وهي مسؤولة التوعية والأنشطة في نعم في محمية غابات عجلون، وهي مسؤولة عن برنامج فرسان الطبيعة الذي سيشارك هذا اليوم في هذه الحملة. ويعني هم فرسان الطبيعة في محافظة عجلون نعرفهم تماما من خلال يعني نشاطاتهم التي دائما متواجدين فيها في محمية غابات عجلون. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. طبعا برنامج فرسان الطبيعة غني عن التعريف، وبرنامج أطلقته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة للمدارس اللي حوالين المحميات الطبيعية في كل الأردن منذ عام 2014. منذ عام 2014 لحتى يومنا هذا كل سنة بيكون في خريجين. الخريجين
طبعا بيكون البرنامج لمدة 5 مراحل، مرحلة في المدرسة فقط و4 مراحل في المحمية ضمن خطة معينة. الخريجين الفرسان الطبيعة بيكونوا مؤهلين لتوعية الناس، ليكونوا مبادرين للتغيير في مجتمعاتهم وفي مدارسهم وجامعاتهم اللي بيلتحقوا فيها. طبعا اليوم كتير حبوا انهم يشاركوا في هاي الحملة الوطنية، في منهم هلأ لساتهم على مقاعد المدرسة، في منهم على مقاعد الجامعة، وإن شاء الله هم راح يكونوا يعني لهم يد في التغيير في السلوكات الخاطئة، السلوكيات الخاطئة اللي بنتهجها بعض الزوار اللي بيجوا على محافظة عجلون. يعني من هذا المنبر التلفزيون الأردني بدعو كل الزوار اللي بيجوا على محافظة عجلون إنه يعني إنه في منتزهات مجانية متاحة لهم. الحلو والواجب إنه لما يجي على هاي المناطق والغابات المفتوحة وهي جنات، يعني إنه أقل يعني دخولية أو ضريبة ممكن يدفعها إنه يحافظ على النظافة، إنه ما يرمي، لو حطهم بكيس حطهم بالسيارة ويأخذهم على أقرب حاوية، هيك بكون يعني حكى كلمة شكرا لهاي المحافظة الجميلة وغاباتها. الله يعطيك العافية، إحنا يعني في الواقع شاكرين إليك على هذه المعلومات القيمة وهذه العبارات الجميلة التي نضم صوتنا إلى صوتك في دعوة كافة السياح والمتنزهين القادمين أسبوعيا إلى محافظة عجلون لترك المكان كما كان نظيفا طبعا، وللمحافظة على النظافة والبيئة في محافظة عجلون، هذه المحافظة المعروف أنها من أجمل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. نعود إليكم زميلاتي هبة و لارا لاستكمال باقي فقرات البرنامج، ونشكركم على إتاحة الوقت لنا هذا اليوم.